سلام الله عليكم مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة بالانتخابات التونسية وفي عناوينها. المخالفة الأهم في رأيي إلى حد الآن هو استعمال الإشارة السياسية. تحذير للقوائم الانتخابية المخالفة في تونس والحملات الدعائية لا تزال خجولة في الشوارع. هذه هي الطبقة الوسطى متآكلة. تعويل في الشارع التونسي على الانتخابات التشريعية وعلى حل الأزمة الاقتصادية. ما معناه قابلين على الفخار يعني بصفة كبيرة. يزينوا يعني ديار، يزينوا الجرد نتاعهم، يزينوا حيوت نتاع ديار برا، برشا حاجات يعني عندهم إقبال كبير الفخار. فخار نابل فن الأنامل التونسية. دخلت الحملة الانتخابية في تونس يومها الخامس، ولكن إيقاعها لا يزال بحسب المراقبين بطيئا وسط توقعات بأن ترتفع حماوتها وأن تتكثف في الأسبوع الأخير من الحملة. تقرير مراد الدلنسي. المكان الشارع الرئيسي بالعاصمة، الزمان اليوم الخامس للحملة الانتخابية. 44 قائمة مترشحة هنا، أقل من نصفها فقط قام بتعليق صور مرشحيه وبياناته الانتخابية. مؤشر جدي على النسق المحتشم للحملة الانتخابية. المكان اللي مخصص المعلقات مازال فيه الزبالة وفيه الماء المياه الراكدة، معناها حتى المواطن ما ينجمش. أنا استغربت كيفاش الأحزاب وصلوا علقوا غادي، فما بالك المواطن اللي يحب يطلع على البيان نتاع الأحزاب وإلا على باش يتعرف على القائمة باش يتحزبها، منين باش يتعدى باش يشوفها. جولة أخرى بدائرة مدينة أريانا الانتخابية، لا يختلف الأمر كثيرا هنا. 54 قائمة حزبية ومستقلة ترشحت، لكن عددا قليلا منها اختار تعليق لافتاته ومعلقاته. وجدنا ناشطا بإحدى القوائم المستقلة بصدد عرض برنامجه الانتخابي، فشرح لنا أسباب عزوف البعض عن القيام بتعليق الصور. ونعتمد احنا على الحوار المباشر بيني وبين المواطن، مش ما نكذبش عليه، نهار اخر يراه كان تصويرتي معلقه وميرانيش انا اللي موجود سيرتي، انا يلزم من توا يلقاني، وكي نطلع المجلس النواب زاد ما نتخباش ونبقى 5 سنين. حركة النهضة كانت قد بدأت حملتها الانتخابية في العاصمة وصفاقس وسوسة. حزب نداء تونس بدوره بدأ حملته في محافظات أخرى، ويستعد لدخول العاصمة من باب الأحياء الشعبية الفقيرة. الثقل الانتخابي لكل حزب يختلف من مدينة لأخرى، والأهم برأي لجنة الانتخابات هو أن المخالفات المسجلة لا تكتسي خطورة كبيرة. المخالفة الأهم في رأيي إلى حد الآن هو استعمال الإشارة السياسية عن طريق استعمال سيارات تبع أبيي بالشعارات متاع القائمة والدور يعني تجوب شوارع الولاية، هذه تعتبر إشارة سياسي هو ممنوع. الأنشطة الحزبية في الحملة الانتخابية حتى الآن تركز على الاجتماعات الجماهيرية والاتصال المباشر بالناس. يرى مراقبون أن الأحزاب السياسية تتعمد أن تأخذ حملاتها الانتخابية شكلا تصاعديا، على اعتبار أن الأسبوع الأخير من الحملة يكون حاسما في العادة فيما يتعلق بخيارات الناخبين. مراد دلنسي، تونس، الميادين. أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بوفون أنه في حال عدم إزالة القوائم الانتخابية للمخالفات والخروق المسجلة ضدها فإنه سيجري إسقاطها حتى وإن فازت. بوفون قال إن الهيئة تعمل بالتعاون مع النيابة العامة على معرفة الذين يعملون على تمزيق قوائم بعض الأحزاب المرشحة، مشيرا إلى صعوبة الإثباتات في قضايا كهذه. في سياق آخر أكد بوفون انطلاق عملية طباعة بطاقات الاقتراع للانتخابات التشريعية المقررة في 26 من الشهر الجاري. أعلن تحالف مدني تونسي عن إطلاق مرصد إعلامي يتولى متابعة وتحليل مضامين الأعمال الصحفية التي تنتهجها وسائل الإعلام الإلكترونية والمكتوبة أثناء فترة الانتخابات التشريعية والرئاسية لهذا العام. تترأس المرصد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وهو يضم مراصد عدة تعمل في هذا الإطار، إضافة إلى المنظمة الدولية لدعم الإعلام وجمعية مدنية أخرى.
قررت وزارة الشباب والرياضة في تونس تأجيل الأنشطة الرياضية المحلية خلال الفترة ما بين 20 و30 من تشرين الأول أكتوبر الحالي بهدف إنجاح الانتخابات التشريعية المقررة في 26 منه. وقالت الوزارة في بيان أن تأجيل جميع الأنشطة الرياضية يأتي في إطار المساهمة في إنجاح الانتخابات التشريعية وحرصا على توفير كافة الظروف الملائمة لحسن سيرها. غير أن التأجيل بحسب مسؤول في الوزارة لن يشمل التظاهرات الرياضية غير المحلية المقررة في تونس كبطولة الأندية العربية لكرة اليد والتي ستجرى في 19 إلى 29 من تشرين أول أكتوبر بمدينة المهدية على الساحل الشرقي التونسي. ومعي الآن مباشرة من تونس العاصمة عضو المجلس الوطني لحزب آفاق تونس الأستاذ نعمان التومي. سيد نعمان التومي، بداية دعني أبدأ من الخروقات التي يتم الحديث عنها في تونس حاليا المتمثلة بتمزيق بعض الدعايات الانتخابية والقوائم الانتخابية والبرامج أيضا من قبل مجهولين. هل تؤثر هذه الخروقات بداية في شفافية عملية الحملات الانتخابية؟ بادئا ذي بدء نحب نشكركم على الاستضافة هذه. حياك الله. ونرحب بالسادة المشاهدين. قبل كل شيء فهمت حبيت نذكر بحاجة هامة ياسر، كونه اليوم تم الإعلان على توقيع على ميثاق شرف الانتخابي من طرف عديد من الممثلين من الأحزاب التونسية بما فيهم حزب آفاق تونس اللي أنا نمثله اليوم هون في قناة الميادين. وهذا ميثاق شرف هذا من هو إلزام أخلاقي قبل كل شيء، التزام أخلاقي من الأحزاب والممثلين عنهم باش يحترموا مجموعة من النواميس والأخلاقيات خلال الحملة الانتخابية هذه. نرجع للسؤال نتاعك. لا، قبل ما نرجع أستاذ نعمان، لأنه ما ذكرته مهم للغاية ونحن طرحناه في نشرة سابقة في أيام سابقة حول موضوع لماذا لا يوجد ميثاق شرف انتخابي، وأنا أريد أن أسألك حوله. هذا الميثاق وقعت عليه كافة الأحزاب، ونريد أن نعرف إذا كان لديك بعض من مضامينه أيضا. والله الحقيقة متاع ربي اليوم ما تسناليش كوني باش نطلع على المضمون متاعه، لكن هو الموضوع هذا تطرح عنده مدة، والمضمون متاعه هو كما قلت في الأول هو كما قلنا التزام أخلاقي أكثر منه التزام أخلاقي ومبدئي. ماهوش التوقيع هذا لا يلزم أحدا قانونيا، معناها العبارة على تصريح على الشرف قبل كل شيء. والحسب الفيديوهات اللي اليوم انتشرت لأنه فما حملة تحسيسية صارت على المواقع الاتصال الاجتماعي لهنا في تونس، وانتشرت فيديو فهمت الشعار متاعها أنا صححت، ما يعبر عنه بالعربية أنا وقعت، فهمت المشاهدين في العربي باش يفهمونا أكثر. في المحتوى الفيديو هذا شاهدنا كانوا عديد الوجوه السياسية واللي تمثلت نجم تقول أغلب الأحزاب المعروفة، أكثر الأحزاب المعروفة على الساحة السياسية التونسية. وهذا تنجم تقول حاجة تبشر بكل خير، وتخيلنا متفائلين فيما يخص سيرورة سيرت الحملة الانتخابية، وإن شاء الله نقولوا احنا فهمت تكون هذا مبشر خير على كونه العملية الانتخابية يوم 26 أكتوبر تتم في ظروف طيبة جدا وفي احترام متبادل واحترام خاصة للقوانين الانتخابية والميثاق هذا واحترام شرف الميثاق الانتخابي. طيب، فيما يتعلق بالسؤال الذي طرحناه قبل قليل وهو أيضا ما أكده عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بوفون، وهو إزالة القوائم الانتخابية للمخالفة المخالفة والخروق المسجلة. هناك قوائم انتخابية مخالفة وضعت في مكان مخالف حسب قانون الحملات الانتخابية، وأيضا هناك تمزيق لبعض القوائم لبعض الأحزاب المرشحة من قبل مجهولين. هذه الخروقات هل ستؤثر في شفافية هذه المرحلة، مرحلة الحملات الانتخابية؟ أنا نخير نجاوب على السؤال الثاني قبل السؤال الأول. يعني السؤال الثاني عنده تفسير، فهمت أنا أفسر ولا أبرر، خاطر قبل كل شيء احنا نندد بكل تمزيق
نقولوا احنا عام مقصود وغير مقصود. نقول لك علاش غير مقصود. لكل قائمه انتخابيه القانون الانتخابي فيه مجموعه من المفارقات. احنا نتسائل ساعات كيفاش وصلت حاجات كي من هكا تحطت في قانون ساعات يتناقض مع نفسه. القانون الانتخابي التونسي يمنع القيام بالحملات الانتخابية في محيط المعاهد والكليات والمؤسسات التربوية والمدارس. وكيف تشوف الفضاءات المخصصة لتعليق القائمات الانتخابية هي غالبا ما تكون حيطان المدارس والمعاهد والكليات والمؤسسات اللي ممنوع حسب القانون كانوا باش تعمل فيها حملة انتخابية. التفسير اللي أنا اللي لقيته البارح خاطر أنا بدي نتجول في تونس البارح سألت مجموعة من المواطنين شكون اللي مزق القائمات. قال لي بما أنه القائمات هذوما محطوطين على حائط متاع مدرسة الأولاد الصغار والتلاميذ في الوقت الفسحة ولا وقت اللي يبدأوا خارجين معناها من المدرسة يتعديوا ويقطعوا الوريقات. هذا عنده أنا واحد من الناس ما نجمش نلوم عليهم برشا لأنه فما غياب وعي وغياب ثقافة فيما يخص الحملات الانتخابية. ما ننساوش اللي هذه ثاني انتخابات ثاني انتخابات تعددية نجم تقول معناها بالمعنى الأصلي للكلمة في تونس معناها في تاريخ تونس. يمكن على قدر ما كونوا ندوا معناها بالعبيد اللي تقوم بالتمزيق هذا عن قصد ولهنا معناها هذايا فما الهيئة اللي قالت باش تقوم معناها بفتح تحقيق نتمناو كانوا تكون نتائج نتاعو ما تكونش حاجة خطيرة خاطر هذا يسيء إلى صورة طيب. وسمعة العملية الانتخابية التونسية بقدر ما نحث فهمت لهنا نتكلم باسمي وباسم الحزب نتاعي كونوا نحثوا الأولياء ونطلبوا منهم كونوا باش يكونوا باش يوعيوا أطفالهم خاصة طيب. الأطفال الصغار أستاذ نعمان كونوا باش يتربوا على قيم ديمقراطية فهمت. اسمح لي نشرك معنا في هذا الحوار الأستاذ وليد حدوق وسأعود إلى القسم الثاني من السؤال. عضو المجلس الوطني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الناطق الرسمي باسم الحملة الانتخابية لحزب المؤتمر. أستاذ وليد بداية أريد أن أسألك عن ميثاق الشرف الانتخابي وأيضا هل وقع عليه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وهذا الميثاق ما هي مضامينه وما هي حدود التزامات الأحزاب السياسية به؟ وبكل المشاهدين ثانيا نحن كنا من بين 5 أو 6 أحزاب باشرت الاشتغال على ميثاق هذا ميثاق الشرف واشتغلت عليه تقريبا طوال 9 أشهر وبطبيعة الحال وقعنا عليه. أنا أعتقد أنه هذا ميثاق الشرف جاء ليؤكد مضامين ما ورد في القانون الانتخابي هو يمثل إسناد معنوي أخلاقي لما توافقت عليه الأحزاب السياسية التونسية في القانون الانتخابي ولكن فيه نقاط أيضا أخرى على غاية كبيرة من الأهمية. أنا في تقديري أهم ما ورد في ميثاق الشرف هو كيف يجب أو كيف يتوقع أن تتعامل الأحزاب السياسية التونسية المعنية بهذا الاستحقاق الانتخابي في حال ما طرأت على البلاد أحداث أمنية كبرى لا قدر الله أحداث إرهابية نحن شاهدنا في يعني من قبل اغتيالين. كيف يتوقع أن تتعامل الأحزاب السياسية التونسية مع مثل هذه الأحداث في سياق حملة انتخابية وفي سياق استحقاق انتخابي تشريعي ثم رئاسي أول ورئاسي ثاني؟ واتفقت الأحزاب على 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 ضرورة أن تلتزم كل الأطراف السياسية التونسية المعنية بالاستحقاق الانتخابي على ضرورة أن تلتزم بالحرص يعني على المسار الديمقراطي وعلى المسار الانتخابي بتونس. إنجاح الانتخابات ثاني انتخابات ديمقراطية ولكن أول انتخابات بعد دستور جانفي 2014 باعتباره استحقاقا تونسيا رئيسيا. أرجو فقط أن أستغل الفرصة حيث أني فضل. أتوجه لجمهور عربي يعني الحقيقة بكل سرعة أتوجه بالعزاء لأهالي القدس الشريف للفلسطينيين والعرب يجمعين في أعزيهم في شهداء الإرهاب الصهيوني الذي وقع اليوم في باحات القدس الشريف بعد ايام من عيد الاضحى وقبل شهرين ربما من اعياد الميلاد المسيحيه في فلسطين ايضا. طيب ماذا يترتب استاذ وليد على الاحزاب التي يمكن ان تخالف ميثاق الشرف الانتخابي؟ هل هي مسؤوليه معنويه فقط يعني نوع من الاشاره الى ان هناك مخالفين ام انه سيكون هناك ما يترتب على من يخالفون هذا الميثاق؟
والله أنا لا أخفي عليك، يوم أمس فقط كنا في اجتماع وكان حزب أفاق أيضا حاضرا، كان أهم الأحزاب التونسية حاضرة، كنا حاضرين في اجتماع لتدارس ما وقع من خروقات في ميثاق الشرف هذا، وانتهينا إلى أنه بالنهاية طبعا هذا ميثاق توافقي وميثاق أخلاقي لا يمكن أن تلزم. يعني الحقيقة نحن شفنا في تونس يعني ثمة ترشحات رئاسية بنيت على تزكيات مزورة في تونس، يعني في أقصد في ملف ترشحات التي قدمت الهيئة العليا للمستقلة الانتخابية ثمة خروقات، بعضها عن قصد بعضها عن غير قصد كما قال زميلي، يعني خاصة في المدارس وبعض التلاميذ، هذه أحداث تقع في كل الديمقراطيات ربما، ولكن بعضها مقصود يعني من حيث الإشهار السياسي من حيث تزوير تزكيات. ليس هناك إجراءات جزائية إلا بما ينص عليه القانون الانتخابي ويجب العودة إلى القضاء، وهذا ما قامت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في علاقة بتزوير التزكيات يعني بالنسبة للترشحات الرئاسية. ولكن بالنهاية هنالك على كل حال مسؤولية معنوية أخلاقية تتحملها هذه الأطراف السياسية أمام الجمهور التونسي. طيب أعود إلى ضيفي الأستاذ نعمان أيضا التومي. أستاذ نعمان، كان لديك أيضا أن تكمل في موضوع الخروقات، وأنا أريد أن أسألك سؤالا مباشرا حول ما قاله نبيل بوفون أنه في حال عدم إزالة القوائم الانتخابية للمخالفات والخروق المسجلة ضدها فإنه سيجري إسقاطها حتى وإن فازت. يتحدث عن القوائم، هل هناك فعلا قانون يجيز للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إسقاط قائمة معينة خرقت قانون الانتخابات أو تجاوزت وبالتالي تفوز هذه القائمة فيتم إسقاطها؟ هل هناك في القانون الانتخابي ما يبرر ذلك؟ شوف، مش نكون واضحين قبل كل شيء، القانون الانتخابي اللي عنا موجود حاليا هو قانون فيه كثير من الفراغات فيما يخص القانون ولساعات في الترتيبات في حد ذاتها اللي مرتبطة به، والقانون هذا يمكن هو اللي يفتح المجال أمام هذه الخروقات. يعني فما برشة حاجات اللي ما هيش واضحة وإلا ما تمش تفسيرها، وإحنا صراحة معنا وهذا فتح باب زادة كيف باب الاجتهاد العديد من الأحزاب، ويمكن أحنا بينا وقعنا ساعات في حاجات من نوع هذا، كونه جينا فهمت في مرتين توجهت لنا الهيئة فهمت لفتت نظرنا لكونه فما حاجات اللي هي مخالفة للقانون الانتخابي، واستجبنا وبكل أريحية وأزلنا القائمات وأزلنا اللافتات اللي ممنوعة واستجبنا. أنا نجم أقول لك اللي القانون فيه بمية التأويل نجم يخلينا نوصل إلى حتى إلى إسقاط القائمات معناها في حد ذاتها، يبقى من بعد طريقة التطبيق وطريقة زادة كيف معناها تأويله قدام المحاكم، خاطر ما نظنش لو كان إنسان ولا قائمة معناها تفوز في الانتخابات ويسقطوها ويقولوا القائمة هذه باش تنحى على خاطر خالفت القانون الانتخابي وإلا على خاطر علقت القائمات نتاعها في أماكن غير قانونية، باش يقبل معناها بقرار كي من هذا بدون الالتجاء للمحاكم. وإحنا إن شاء الله نقولوا ما نوصلوش حتى للمرحلة هذيك ونكونوا متفائلين ونقولوا اللي حتى العباد اللي خالفت إن شاء الله تكون خالفت من باب مع تأويلات فردية ومن باب سوء فهم للقانون وليس كما نقولوا عن قصد لخرق القانون. احنا نعاولوا على هذا، ويمكن زاد نعاودوا نرجعوا يمكن الميثاق شرف الانتخاب، يمكن كونه وقعت عليه الاحزاب الكبرى نجم نقولوا في تونس، ان شاء الله نقولوا هذا يكون باب باش ما نوصلوش كما نقولوا للاجراءات القصوى هذه، وكونه نوصلوا الى مرحله كونه نسقطوا قائمات طيب وصل الجواب استاذ نعمان. ايضا انا اريد ان اخذ راي ضيفي أستاذ وليد في موضوع المخالفات والتجاوزات التي تجري. أستاذ وليد، إذا كانت هذه المخالفات والحديث عنها يجري منذ اليوم الأول الثاني لانطلاق الحملات الانتخابية، واليوم نحن في اليوم الخامس ولا يزال الحديث عن هذه الخروقات، إذا كنا في بداية الحملات الانتخابية ويتم الحديث عن خروقات، ماذا عندما تشتد الحملة الانتخابية؟ هل سنشهد مزيدا من الخروقات أم أنه التنبيه
عن هذه الخروقات والحديث عنها في وقت مبكر سوف يجعلها خروقات عابرة وبالتالي لا يمكن أن تؤثر في نتيجة الانتخابات؟ لا، هو ما حدث من مخالفات ومن خروقات الحقيقة في منذ بداية الحملة الانتخابية هو ليس بالمخالفات التي يمكن أن تطعن في شرعية انتخابات، هي ليست حتما من هذا القبيل، يعني هي مخالفات تقع في كل الديمقراطيات. نحن حتى في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال نحن شهدنا طعونا، في فرنسا تقع طعون في الانتخابات البلدية الأخيرة، دائما هنالك مخالفات ودائما هنالك طعون، ولكن ليس إلى الحد الذي يجعل من الذي يسقط شرعية هذه الانتخابات أو الذي يشكك في نزاهتها وفي نزاهة نتائجها بصفة عام. ما يقع هو أنه الحقيقة وأن هذا الرصد هذا الكم يعني يجب أن نرى أيضا نصف الكأس الممتلئ إن صح التعبير فيما يجري من نقاش حول مخالفات الحملة حول المخالفات المرتبطة بالحملة الانتخابية في تونس. نصف الكأس الممتلئ هو أن هناك منظمات مجتمع مدني عتيد مرسد شاهد، يعني عديد منظمات المجتمع المدني لست أذكر الأسماء الآن التي مختصة في مراقبة الانتخابات ومراقبة الحملة الانتخابية، وهذه المنظمات تلعب دورا مهما وإيجابيا جدا في تسليط الضوء على كل مخالفة أيا كان صغر حجمها، ومن مصلحتها أن تتصل في الإعلام وأن تتواصل في الإعلام لتتحدث عن هذه المخالفات لتسليط الضوء. ذاك هو عملها كمنظمات مجتمع مدني. الحقيقة أن الكيمياء الموجودة في تونس الآن في علاقة بالمخالفات ورصدها هذه كيمياء إيجابية رأو في عمومها، يعني لو نقارن ما يقع في تونس الآن بانتخابات نحن رأيناها في سياقنا الإقليمي سواء في مصر سواء في سوريا، انتخابات تذكرنا في تونس بتلك التي كانت تقع في التسعينات وفي بداية الألفية في تونس، والتي لا نتحدث فيها أصلا عن مخالفات لأنها في جوهرها مزورة. لا، في تونس ما يقع هو انتخابات كل الأطراف السياسية ستشارك فيها، ليس ثمة من يقاطع الانتخابات، كل الأطراف السياسية طيب متحمسة. وصلت الفكرة، أنت تعتبر أستاذ وليد بأنه الإشارة لهذه المخالفات أو التجاوزات هو دليل صحة في الانتخابات ودليل ديمقراطية، وتعتبر أن هذه التجاوزات لا يمكن أن تطعن في الشرعية. طيب أنا أريد أن أسأل في نقطة أخرى أيضا حضرتك أستاذ وليد وأيضا أستاذ نعمان. أستاذ وليد، يعني 44 قائمة تقريبا في العاصمة، أقل من نصفها فقط قام بتعليق صور مرشحيه وبياناته الانتخابية. هل تعتقد بأنه يعني أولا السؤال عن بطء الحملات الانتخابية في عندما انطلقت قلنا أنه هذه كان عيد الأضحى المبارك عاده الله عليكم وعلى التونسيين بكل خير، أن هذا كان يعني انشغال التونسيين بفترة الأعياد، انتهت فترة الأعياد ومع ذلك لم نرى نوع من تسارع أو تصاعد في الحملات الانتخابية، إلى ماذا يمكن أن ترد عدم الحماسة في الحملات الانتخابية؟ لا شوف، هو فعلا هنالك عدم حماسة على الأقل في هذه الأيام الأولى، هنالك عدم حماسة لي يعني هنالك هذا مرتبط بالوضع السياسي العام في تونس، هنالك أزمة اقتصادية اجتماعية، نحن أيضا بعد عيد فعلا وفي مقتبل سنة دراسية وإدارية جديدة، الناس ما زالت يعني مشتغلة باستعادة النسق الحياة اليومي خلينا نقول بعد عطلة الصيف الطويلة. فهذا فعلا شيء موجود، وثمة أيضا عدم حماس لدى التونسي العادي، هذا حقيقي، للانتخابات، لمعنى الانتخابات ولمعنى الديمقراطية التونسية كما نتقدم فيها. هنالك حماسة لفكرة الحرية كما هي بصفة عامة، هنالك حماسة لفكرة الكرامة، هنالك إرادة في تغيير إيجابي في البلاد ينعكس على الحياة اليومية للناس، ولكن لا يمكن أن ننكر بأي معنى من المعاني أن هنالك نزعة من نزعات العزوف عن العمل السياسي في تونس، أن هنالك ترقب للانتخابات القادمة وترقب لنتائجها وما يمكن أن تسفر عنه من تغيير حقيقي يعني واقعي فعلا اقتصادي اجتماعي لم نحققه يعني في الثلاث سنوات الماضية. ما توصلنا إليه في تونس هو الدستور، هو الأسس الدستورية الرئيسية والتي بدونها لا يمكن أن تنجز تقدم حقيقي على المستوى الاقتصادي الاجتماعي وغيره. هنالك فعلا ما يعبر عن عزوف، ولكن أنا الحقيقة بصفة شخصية يعني عشت انتخابات 23 أكتوبر وأني نعيش في انتخابات 2014، أنا أذكر أنه حتى في انتخابات 23 أكتوبر أيضا حملات انتخابية لم تصل إلى أتونها وإلى ذروتها إلا في الأسبوع الثاني الثالث. طيب يعني هذه الحقيقة شهدناه حتى في 23 أكتوبر، يعني سنتوقع اشتداد أو تصاعد الحملات الانتخابية. أستاذ نعمان، هل نتوقع فعلا أن تختلف الانتخابات الحالية عن الانتخابات السابقة
ليست السابقة كلها يعني انتخابات 2011، لأن المرحلة القادمة في تونس هي المرحلة الدائمة وليس المرحلة الانتقالية. الانتخابات تؤسس لديمقراطية ونظام حكم سياسي دائم الآن في تونس. هل سوف يدرك التونسيون أهمية هذه الانتخابات وبالتالي نستطيع أن نؤيد الأستاذ وليد في أنه الأسابيع المقبلة قبل الانتخابات بأيام سيكون هناك نوع من تصاعد في وتيرة الحملات الانتخابية وتجاوب التونسيين مع هذه الحملات؟ باش نرجع لنقطة غياب القائمات، أكثر من نصف القائمات أحيانا، ويمكن أن نقول لك في بعض المناطق اللي لاحظنا لأكثر حتى من ثلاثة أرباع القائمات ما هيش معلقة. هذا يرجع أساسا للقانون الانتخابي اللي توضع من اللول، واللي في وقت من الأوقات اللي وقت تطرح مسألة التمويل العمومي للانتخابات، ثم أحزاب من جملتهم حزب أفاق تونس اللي رفضوا التمويل المسبق للحملات الانتخابية، لأنه هذا يساهم ويساعد ويشجع على القائمات الغير جدية. وهذا الشيء هذا واقع اليوم اللي نعيشوا فيه، قاعدين نشوفوا ثم تلقى في الحائط عندك مكان لتعليق تقريب 50 وإلى 60 قائمة، وتلقى في أحسن الحالات 11 وإلى 11 ولا 20 قائمة. وهذا يدل على يمكن عدم جديد، يمكن زادت نجم تكون ثم كما قال وليد ثم قائمات وثم أحزاب ينتظروا الأسبوع الأخير. هذا وارد، احنا ما نجموش نستبقوا الأحداث، لكن باش نقولوا عزوف، لا يوجد عزوف. انا صراحه البارح في احد الاحياء الشعبيه في تونس واقف بجنب مكان فيه قائمات انتخابيه معلقه، قاعد غادي فهمت متعدين نشوف المواطنين يتعداوا ويقفوا قدام القائمات ويقفوا ويثبتوا ويقراوا البيانات الانتخابيه، يسالوا احيانا. يعني ما نحسش ومانيش لهي نتكلم على ناس مثقفين والا ناس ذو مستوى ثقافي عالي ولا لا، وناس عاديين مواطنين عاديين. ما نحسش لي ثم عزوف، بالعكس نحس لي ثم تشوق ثم تشوق وثم نوع من الغموض. ما زال التونسي حائر، فما حيرة، ماهوش عارف الأحزاب بالقدي، ماهوش الأحزاب ما وصلتلوش الخطابات نتاعها، ما زالت ما قدمتلوش برامجها كما يكفي، التواصل المباشر مع المواطنين يمكن ما صارش بالكيفية اللازمة. هذاك علاش يمكن العبيد يعبروا عليه بعض الأحزاب ولا بعض الأشخاص يعبروا عليه بالعزوف. أنا نقول لا، ماهوش عزوف، لأنه إذا الأحزاب تقدم أنفسها نفسها للمواطنين وتقدم لهم برامج متاحة، ما ظنش لو كان المواطنين بش يقعدوا. طيب سوف نسأل عن ذلك، تسمح لي أستاذ نعمان وأيضا أستاذ وليد أن أتوقف مع فاصل قصير ثم نكمل بعده مباشرة في هذه التغطية الخاصة بالانتخابات التونسية. يترقب التونسيون الانتخابات على أمل أن تنعكس بنحو إيجابي على مقدرتهم الشرائية، خاصة في ظل حديث عن بداية تآكل الطبقة الوسطى. فكيف ينظر الخبراء والمواطنون إلى وضعية الطبقة الوسطى في تونس؟ التفاصيل في تقرير بلال مبروك. أكثر من 6% من الزيادة على أسعار المواد الاستهلاكية، فضلا عن عجز الحكومات السابقة في تحقيق توازن اقتصادي يوافق بين الأجور والقدرة الشرائية للمواطن، كلها أسباب أدت إلى تقلص الطبقة الوسطى في البلاد. الأزمات السياسية والأمنية في مرحلة بعد الثورة زادت أيضا من ارتفاع منسوب الفقر. هكذا يرى المهتمون بالشأن الاقتصادي حالة الطبقة الوسطى في البلاد. نسبة الفقر هنالك تقريبا حوالي 10% من له أجرة دون الدولار يوميا، لكن عمليا لو نزلنا إلى الشارع، يعني احنا عندنا في تونس إشكال كبير اسمه الأسواق الموازية، لوجدنا أن جميع المؤشرات في انخفاض. في الشارع التونسي تتنوع الآراء، فالبعض يشدد على أن الثورة حررت أغلال التمييز الطبقي، ملقين باللائمة على الحكومات المتعاقبة التي انتهجت سياسات اقتصادية خاطئة وعمقت الهوة بين الأغنياء والفقراء. بل يذهب البعض الآخر إلى أكثر من ذلك، محذرا من أن الطبقة الوسطى في طريقها إلى الاندثار.
القدرة الشرائية وغلاء أسعار المعيشة وكل هذه يعني المشاكل ضحيتها الأولى بالضرورة الطبقة الوسطى. أساسا هناك من يتكلم اليوم عن أننا وصلنا إلى مرحلة لا يمكننا الحديث عن طبقة وسطى لأنها انحدرت إلى ما تحت الطبقة الوسطى. في الوضع العادي هي الطبقة الوسطى متآكلة، فما بالك معناها الآن معناها الوضع الاقتصادي متدني، الوضع الأمني متدني، وبالتالي الطبقة الوسطى هي متآكلة أصلا وفي اتجاه التآكل أكثر. وتبقى الأنظار شاخصة إلى الانتخابات المقبلة، علها تحمل مفاتيح حل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بما يمنع تآكل الطبقة الوسطى ويوازن بين الأجور والقدرة الشرائية للمواطن. تقف الطبقة الوسطى في تونس اليوم أمام تحدي المحافظة على وجودها، وتتزايد مخاوف المراقبين من تقلصها وانعكاسات ذلك على النسيج الاقتصادي للبلاد. بلال مبروك، تونس، الميادين. وعودة إلى ضيوفي من جديد. أستاذ وليد، فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي التونسي، عندما نراقب خطاب كل الأحزاب التونسية، التركيز أو القاسم المشترك لهذه الأحزاب في برامجها الانتخابية يتعلق بتحسين الأوضاع الاقتصادية وأيضا مكافحة الإرهاب أو تثبيت الأمن في البلاد. هل هناك ثمة من أمل بأن هذه الانتخابات قد تؤدي إلى استقرار اقتصادي أو انتعاش اقتصادي، وبالتالي هذا ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين التونسيين؟ دائما ثمة أمل، يعني يجب طبعا أن نتفائل، ونعتقد أنه في تونس هناك كل مقومات التفاؤل. شوف حقيقة، فقط تعقيبا على التقرير الذي سمعت، تآكل الطبقة الوسطى في تونس لا يعود إلى ثلاث سنوات الماضية. الثلاث سنوات الماضية كشفت فيها نتائج عقود من التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس، كشفت فيها، أصبح الإعلام يتحدث عن ذلك، أصبحت الناس تستطيع أن تقارن نفسها بغيرها وأنها تقارن نفسها بوضع البلاد، أصبحنا نطلع على ميزانيات الدولة. هذا هو ما وقع. يعني طبعا في الثلاث سنوات الماضية ازدادت الصعوبات بسبب عدم استقرار سياسي وأمني، هو طبيعي في كل مرحلة ما بعد الثورات، يعني في كل مرحلة تغيير سياسي مهم طبعا هنالك عدم استقرار سياسي واقتصادي. أنا أعتقد أنه طبعا هدف كل الأحزاب السياسية في تونس هو التوصل أو تحقيق هدف الرخاء الاقتصادي أو تحسين وضعية الاقتصادية المعيشية. المشكلة في المشكلة متعلقة بالبرامج ومتعلقة خاصة بالشجاعة السياسية. يعني ماذا نستطيع أن نفعل حتى نحسن من الوضع الاقتصادي؟ هذا أعتقد أنه كل الناس تعرف، وحتى إن لم يعلن عنه فإنه ضمنيا معروف، ولكن الوضع بحاجة إلى إجراءات شجاعة، بحاجة إلى شجاعة سياسية. نحن نعلم مشكلة الحوكم، يعني في تونس المشكلة ليست في الميزانيات. نحن في الثلاث سنوات الماضية ونحن نخرج من تجربة حكم نعلم أنه تستطيع أن ترصد ميزانية وتزد ويعني ترصد التمويل لها. المشكلة في تونس في الإنجاز، والإنجاز هذه متعلقة بالحوكمة، بكيفية إدارة الموازنة، بكيفية إدارتها على المستوى الجهوي والمحلي، البلديات، الجماعات الجهوية، الولايات وغيرها، تداخل الصلاحيات أحيانا بين الجماعات المحلية والجهوية والسلطات المركزية. كل هذا الحقيقة يعني ثم جزء كبير من الطاقات التونسية وميناء الميزانيات المتتابعة في تونس من سنة 2011 ترصد فيها يعني موازنات ومبالغ مالية للتنمية، ولكن هذه لا تنجز لأنه هنالك مشكلة على مستوى الحوكمة. نحن نعتقد أنه أول خطوة في الذهاب إلى تحسين الوضع الاقتصادي الاجتماعي في تونس هو تطبيق الدستور الذي توافقنا عليه، وأن أهم ما جاء في دستور جانفي 2014 وأهم ما يجب أن يطبق بأسرع وقت ممكن هو اللامركزية، إعطاء الصلاحيات للمجالس المحلية وأن تنتخب. يجب أن نذهب في تونس إلى انتخابات بلدية وجهوية ديمقراطية، لتو نحن في تونس بصدد التقدم نحو ديمقراطية مركزية، برلمان منتخب، رئيس جمهورية منتخب، ولكن هذا ضروري لكنه ليس كافي.
نحن نعتقد أنه مباشرة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية يجب أن نذهب بسرعة قصوى لإعداد القانون الأساسي للجماعات المحلية بحيث يتم على أساسه انتخاب جماعات محلية بلديات وجماعات جهوية وهي التي تشرف على التنمية الجهوية وعلى التجهيز والإسكان وكل المشاكل الاجتماعية في تونس. طيب. هذا هو يعني نحن في تونس نحن الخطوة الرئيسية بدون خوض في, 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 في كثير من التفاصيل. إذا استطعنا أن نطبق دستور جانفي 2014 بروحه وبتفاصيله ومن حيث الروح والشكل فإنه سنتقدم سنمضي قدما نحو. تسمح لي أيضا أخذ رأي الأستاذ نعمان التومي بهذه المسألة المتعلقة بالعلاقة بين تحسين الوضع الاقتصادي وبين الانتخابات، وهذا يعني يعكس قناعة الشعب التونسي والمواطنين التونسيين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع من أجل تحسين وضعهم الاقتصادي وأن الانتخابات سوف تحسن وضعهم الاقتصادي. هل تعتقد ذلك فعلا أم أن هناك نوع من دعني أسميها الابتعاد أو الهموم المختلفة بين الطبقة السياسية الساعية والنخب السياسية الساعية إلى الانتخابات وتنظيمها والدستور وغيرها وبين المواطن الذي له هموم مختلفة عن هموم السياسة والحكم والمتعلقة بتأمين لقمة العيش والحياة بكرامة والعدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة؟ نرجع للملاحظة. قبل كل شيء الانتخابات اللي فاتت كانت انتخابات سياسية بالخصوص، الهدف منها هو كتاب الدستور، تأسيس، مرحلة تأسيسية، ما نحبش نسميها مرحلة انتقالية خاطر مرحلة انتقالية عندها معنى نجم نقوله مرحلة متاع عدم استقرار، لكن هي في المرحلة اللي فاتت كانت مرحلة تأسيسية بالخصوص، هي مرحلة الذهاب نحو الاستقرار. المرة هذه الانتخابات التشريعية هذه باش تكون باش نجم نحطه من بعد حكومة على 5 سنين اللي هي باش تطبق إصلاحات باش تطبق برامج، وما تنجمش تدخل الانتخابات هذه من غير برامج. الانتخابات قد تنجم تصلح، وقتاش تنجم تصلح؟ وقت اللي الناس ينتخبوا أحزاب تقدم في برامج وفي حلول اقتصادية وليست حلول سياسية. الحلول السياسية شفناها وين توصل، ما توصلش بعيد ياسر. تقول لي أنت الانتخابات البلدية والانتخابات الجهوية باش تحسن في مستوى المعيشة للمواطن، كيفاش أنا نمشي الانتخابات جهوية ومحلية في وقت اللي أغلب الأحزاب التونسية فهمت ما قدمتش حتى برامج وطنية حتى رؤية اجتماعية واقتصادية وطنية شاملة. أنا يمكن نجم نتحدث على الحزب متاعي في الحالة هذه، معناه في المجال هذا كونه حزب أفاق تونس قدم رؤية اقتصادية واجتماعية قدمها نهار 16 سبتمبر اللي فات، واللي هي تناولت معناها عديد عموم القطاعات، قدمت تصورات، قدمت طرق عملية، مقترحات، عملت تقييم زاد كيف للوضع خاطر ما نجموش نمشي والحاجة جديدة من غير ما نقيم الوضع الحالي. حد رسمت أهداف هذه اللي باش تلزم النواب متاعها إذا يتم انتخابهم باش تلزمهم أخلاقيا وتلزمهم معناها مبدئيا قدام الناخبين متاعهم. معناها إذا احنا نقول الانتخابات نجم تصلح في حالة الناس يعطيوا ثقتهم الأحزاب قدمت لهم برامج، لكن إذا الناس باش يعطيوا أصواتهم الأحزاب اللي باش تعمل كيما صار في السنين اللي فاتت، معناها تخدم على نوعية من المحصلة الحزبية ونشوفوا حكومات ب50 و60 وزير وساعات ما نفهموش معناها شنية وزارة، وكان عندنا وزارة العدل الانتقالية وزارة العدل ساعات ما تعرفش أنت حتى من ناحية الإجراءات الإدارية تردها إجراءات معقدة، وحتى شيء ما يولي فما نوع من الغموض فهمت كأنها الإدارة التونسية معناها ناقصة في الإجراءات نتاعها تعقيد وغموض فهمت. هذاك علاش أنا نقول لك الانتخابات هذه ما نجموش نحكم عليها هل ستحسن الوضعية أم لا حتى لنشوفوا النتائج نتاعها فهمت، وحتى لنشوفوا من بعد كيفية التعامل مع النتائج هذه. نعم. طيب أيضا أريد أن أسأل أستاذ وليد فيما يتعلق بتحركات الأحزاب. أستاذ وليد، يعني سجل حتى هذه اللحظة على الأقل المراقبين من خارج تونس تحرك حزبين بشكل أساسي ونزولهم إلى الطرقات والشوارع ولقائهم مع المواطنين التونسيين بشكل مباشر، والحزبين هما حزب نداء تونس وحزب النهضة بشكل وحركة النهضة بشكل أساسي. ماذا عن الأحزاب الأخرى وبرامجها ونشاطاتها وقدرتها على المنافسة؟ ونبدأ من حزبكم، حزب المؤتمر لأجل الجمهورية.
لا نحن الحقيقة نحن عقدنا ندوة صحفية كاملة حول البرنامج الانتخابي. وأنا للتو عدت من اجتماع عام في منطقة مونفلوري إحدى الأحياء السكنية في العاصمة، ونحن نعقد اجتماعات. الحقيقة أن ربما هناك إرادة في الإعلام وخارج الإعلام بموقع ما للتركيز على حزبين. أنا أتفق مع زميلي من حزب أفاق حول رئيسية البرنامج. يعني الحقيقة أنه أمام الناخب التونسي في هذه الانتخابات خياران، ثمة خيار أول يدفع بما نسميه الآن أصبحنا هذا الصراع، أنه الانتخاب على أساس المشروع الحديث الديمقراطي في مواجهة المشروع الإسلامي الظلامي. نحن نقول أنه من يريد للناخب التونسي أن يذهب للانتخاب على أساس هذا المشروع، وأن نتيجة هذه الرواية هذه السردية إن شئنا هو وجود حزب إسلامي هي حركة النهضة، ووجود حزب يحتكر الحداثة ويحتكر الديمقراطية هو نداء تونس، أن نتائج هذه السردية هو ما أتيت سيد الكريم على ذكره، هو أنه ثمة حزباني فقط في الشارع التونسي نراهما، وأن تونس منقسمة بين طائفة، يعني بين طائفتين بالمعنى اللغوي الكلمة، مش بالمعنى السياسي يعني، لا بالمعنى اللغوي، لا بالمعنى اللغوي، بمعنى طائفتين مجموعتين، مجموعة والله ها وحركة النهضة وحركة نداء تونس. نحن نقول يعني أنا أقصد بالمعنى السياسي وليس بالمعنى الديني أستاذ وليد، يعني بالمعنى السياسي وليس بالمعنى الديني. نعم بالمعنى السياسي، نعم بالمعنى السياسي ليس صحيح. لا تستطيع الشعب التونسي الذي خرج ليطالب بالبرلمان وبالدستور سنة 1938 مقرونة بالاستقلال، مقرونة بالاستقلال، هذا الشعب حين سيذهب للانتخاب سنة 2014 سينتخب على أساس البرامج، وسينتخب طبعا هنالك البرامج السياسة أيضا برامج، يعني حين نقول برامج سياسية لا نفصلها على البرامج الاقتصادية، يعني بالنهاية مطروح في الخماسية القادمة في الخمس سنوات القادمة مطروح تنفيذ تطبيق دستور اتفق عليه التونسيون، بما في ذلك أنا مصر على مسألة الانتخابات المحلية والجهوية، لأنه جزء من تبسيط الإدارة ومن تبسيط الإجراءات الإدارية التي تعرقل تخنق الاقتصاد اليوم، جزء من تبسيطها هو أنه كل مؤسسة عمومية تذهب نحو الاختصاص ولا مركزية، هذا جزء من تبسيط الإجراءات الإدارية. لذلك نحن اليوم التونسيين لما يذهبون الانتخابات ثمة من يريد أن يهمهم، يعني ثمة من يريد إيهامهم وأنه هناك حركة إسلامية في مقابل حركة حداثية ديمقراطية، هذا الانتخاب يتم على هذا الأساس. نحن لا نعتقد في ذلك، نحن نعتقد أن التونسي سيذهب للانتخاب على أساس برامج سياسية واقتصادية واجتماعية، وأن النقاش يجب أن يدور حول البرامج، وحتى إذا كانت بعض وسائل الإعلام لا تريد للنقاش أن يدور حول البرامج، تريد للنقاش أن يدور حول الثنائيات، حتى إن أراد بعض وسائل الإعلام ذلك، أنا أعتقد أن الشعب التونسي بحكم مستوى التعلم والتعليم وبحكم التاريخ الإرث، نحن رانا وإن كنا في ديمقراطية جديدة لكن نحن أول دستور في العالم الإسلامي في تونس. طيب تسمح لي أسأل الأستاذ نعمان التومي سؤال أخير حول ما أعلن أو ما أعلنه تحالف المدني التونسي عن إطلاق مرصد إعلامي على سيرة الإعلام وما كان يتحدث به الأستاذ وليد، يتولى متابعة وتحليل مضامين الأعمال الصحفية التي تنتهجها وسائل الإعلام الإلكترونية والمكتوبة أثناء فترة الانتخابات. أهمية مثل هذه الخطوة وأيضا تنظيم عمل وسائل الإعلام، هل تعتقد بأنه مطلوب؟ وأداء وسائل الإعلام أثناء الانتخابات الحالية، وتحدث عن وسائل الإعلام التونسية بطبيعة الأحوال. واضح. أول حاجة احنا نفهموا المبادرات من نوع هذا من قبل ما ندخل حتى في مرحلة الحملة الانتخابية، كنا نصر ونؤكد على كونه المجتمع المدني عنده دور هام يلعب في المعركة الديمقراطية وإلى في الاستحقاق الانتخابي، لأنه هو الضامن للاستقلالية والنزاهة والشفافية الانتخابات. والحاجة الباهية في المجتمع المدني كونه هو يمثل نجم تقول الجانب الحياد أكثر حتى أحيانا من الأعلام، لأنه الأعلام أحيانا نجم يكون مسيس، نجم يكون يخدم بعض المصالح، لكن المجتمع المدني بصفة صيغته وتركيبته تخليه أكثر حياد، وبالتالي لهنا نجم تقول فهمت خرجنا ما عادش ثم السلطة الرابعة فقط اللي هي سلطة الأعلام، دخلنا مام في مرحلة السلطة الخامسة اللي هي مرحلة سلطة المجتمع المدني، الجمعيات، المنظمات، أحيانا حتى المبادرات
الفردية، خطر في تونس شاهدنا عديد من المبادرات الفردية اللي من بعد تنظمت وخرجت منها أحزاب وخرجت منها حتى جمعيات وخرجت منها منظمات، ويمكن هذه تكون فرصة باش تولي عنا ثقافة انتخابية وثقافة ديمقراطية اللي هي حتى في على مستوى المجتمع المدني، ونحاول تولي هذه عادة حميدة في كل انتخابات وفي كل استحقاق انتخابي تتكرر، وبالتالي نزيد نظم مزيد من الرقابة ونحاول نظم مزيد من احترام القوانين الانتخابية ومن احترام قواعد اللعبة الديمقراطية. أنا أشكرك أستاذ نعمان التومي، انتهى الوقت، عضو المجلس الوطني لحزب أفاق تونس، وأيضا الأستاذ وليد حدوق عضو المجلس الوطني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الناطق الرسمي باسم الحملة الانتخابية لحزب المؤتمر، حدثتماني مباشرة من تونس العاصمة. هي مملكة الخزف التونسي، مدينة نابل رائدة هذه الحرفة عبر آلاف السنين ولا تزال، وفخارها بأنواعه كافة مقصد السياح الزائرين لتونس. صناعة الفخار النابلي وعبير الذوادي. بضخامته يستقبلك رجل الفخار النابلي عند مدخل المدينة. لا حاجة لك أن تسأل من أين الفخار، فأنت وصلت إلى مدينة نابل، مهد وفخر هذه الصناعة. من هنا تبدأ الرواية، يجمع ويطوع الطين لتبدأ مرحلة صناعة الأواني الفخارية بأشكالها وأنواعها. محمد أنامله تحمل سنوات من الخبرة وموهبة في تطويع الطين ورثها من أجداده العاملين في هذه الحرفة. ما يحبوش الجيل طلع تو ما يحب الخدمة ذي، وهي ذي اللي عايشين منها، احنا ذي اللي نكونوا منها، فهمت؟ جيل تو لا، جيل تو ما يحبش، يحب ديما حوايج نظاف. الأواني المنزلية بتنوعها وتحف بأشكالها المتعددة يصنعها الخزاف بكل حرفية ودقة بروح الفنان ونفس العاشق عبر هذه الآلة البسيطة ويديه الموهوبتين. يستريح الفخار بضع ساعات قبل أن ينقل إلى النار، فتطويعه بحاجة إلى الكثير من الصبر. هذه مهنة معناتها تسمى نابلية، هذه تعمل أنا صغير ونحبها، هذا خدمتنا الأصلانية تاع نابل، احنا النابلية نحبوها خدمتنا. وليخرج الخزف بأبهى حلة تأتي مرحلة النقش والرسم. لوحات فخارية مميزة تزين هذه المدينة وكل دار في تونس. فهمتوا الناس ديما معناها قابلين على الفخار يعني بصفة كبيرة، يزينوا يعني الديار، يزينوا الجرد نتاعهم، يزينوا حيوت نتاع الديار برا، برشا حاجات يعني عندهم إقبال كبير الفخار. لوحات فنية حافظت على التراث القديم مع تطعيم بالفن الحديث. هذا هو سوق نابل، صار مقصدا للسياح والتونسيين لعلمهم بأن الفخار التونسي صنع في نابل. عبير الذوادي، ولاية نابل التونسية، الميادين.